السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سنتعلم حرف الجيم في أول ووسط وآخر الكلمة. في أول الكلمة مثل جمل، جرس، جدار. والآن حرف الجيم في وسط الكلمة، مثال شجرة، نجم، حجارة. والآن نمر إلى حرف الجيم في آخر الكلمة، دجاج. وبهذا نكون قد انتهينا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.